على مدى 50 عام اللي فات التساقطات المطرية في المغرب نقصت 26%، تساقطات المطرية في الجنوب الشرقي أصبحت نادرة، تراجعات الموارد ديال السدود ب 20% على المستوى الوطني، السدود في هذه المناطق سدود فارغة. السيدة الوزيرة صبحنا كانوا يوزعوا الماء في بعض المناطق في بعض الجماعات بالسهاريج، الغطاء النبيت تدهور، الناس كيهاجروا أمام هذا الوضع. كنطالبوا الحكومة بتأمين مياه الشرب للتجمعات السكنية الكبيرة بحال ورزازات وزاكورة والجامعة ديال تارميك انطلاقا من ستويين. كنطالبوا بناء سدود أخرى على واد زيز وكذلك على واد درعا على عاليات أكدز. كذلك كنطالبوا بتأمين المياه للمركب الشمسي ديال ورزازات، راه ما يمكنش يديروا مشروع.